Hi, how are you? ما هو العامل الذي جعل التعليم عند العرب فاشل وعندهم واصل؟ Oh my God, الريتم. نذكر أربع أسباب. اللي هي إدارة مستبدة على مستوى الوزارة أو مستوى المدرسة. إدارة مستبدة يعني تمد المنهج كما راهو، تمدوا للأستاذ باش يلقنوا ديريكت. نروحوا المعلم ضعيف اللي هو السبب الثاني. معلم ضعيف لا يوجد إبداع، يقتل الإبداع في التلاميذ، ما عندوش طريقة جيدة لإيصال المعلومات أو لتحفيز طلبة. ثالث حاجة اللي قلناها هي المنهج التلقيني، يعني يفتقر من التعليم، يفتقر إلى التحفيز والإبداع. رابع حاجة اللي هي الطالب يفتقر للتحفيز. هذوك ثلاثة يقتلوا في الطالب التحفيز أو الحاجة اللي تخليه يحب القراية. وبهذا على ديك شفنا عزوف كبير من الطلبة من المدرسة. طلبة بزاف خرجوا من المدرسة، علاش؟ ما كانش تحفيز، ما كانش حاجة تنشطهم وتوري لهم الطريق تاعهم بلي راهم رايحين لحاجة صحيحة. للأسف تنهض الحضارة إذا نهض التعليم، وهذه هي الفكرة، أننا نحاول النهوض بالتعليم. حوايج لازم نصلحوهم باش ينهض التعليم تاعنا. الحاجة الأولى لازم نكونوا متفقين فيها كامل، وهي إعادة ترتيب الميزانية في الدولة. صراحة لازم تعاود تترتب الميزانية في أي دولة عربية أو في أي دولة ليست مرتبة، أو الميزانية ليست موجهة أساسا نحو التعليم، لأن التعليم هو الأساس في أي دولة. كي تنهض الحضارة لازم ينهض التعليم، وباش تكون الحاجة هذه لازم إرادة سياسية وقرار مالي. مع هذا الشيء ايضا لازم يكون تكوين الاساتذه شديد جدا، يعني باش يكون الواحد استاذ تحب له كما نقولوا حنايا، مدارس تكوين الاساتذه تحب لك باش تدخلهم، ولتما تكون السلاك تاع الاستاذ يكون دبر راسه 20 مليون على روحه، لكن التكوين لازم يكون شديد شديد جدا صراحه. كاين حاجه اللي هو المعلم تاع الابتدائي، لازم يكون ذو كفاءه عاليه، لانه هو لاباس تاع لاباس. صح. كاين هناك تجارب لتطوير التعليم وغير معممة، بعض التجارب غير معممة، كتجربة ميني يونيفرسيتي اللي داروها في كندا، وهي ينحاو التعليم التقليدي اللي هو تعليم الرياضيات التقليدية أو الفيزياء أو أي دروس، وجعلوها وحدات. كيف وحدات؟ على سبيل المثال يطلبوا من الطلبة أو مجموعة من الطلبة يطلبوا منهم بناء، كيفية بناء جسر، أو يبنيو جسر بالألعاب أو شيء كيما هكذا. باش تبني جسر لازم تعرف للهندسة، تعرف الحسابات، الرياضيات، أطوال المسافات وأشياء كيما هذه، لازم تعرف سمك الخرسانات الحديد. يولي الطالب ولا التلميذ يقرأ هادو كامل، هكذا نكونوا خرجنا من التعليم التقليدي ورحنا تعليم حديث وبطريقة جيدة جدا، وتحفز الطلبة ويكون عندنا مستوى تعليمي كبير. إن شاء الله يا ربي يتطور التعليم ونكون سبب في تطوير التعليم في الدول العربية ونهض الحضارة إن شاء الله. في الأخير ما تنسوش ديروا سبسكرايب للفيديو اللي عدوا منا. إيه سلام.